بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في محاضرتنا الجديدة ضمن مساق تدقيق حسابات 2. سنكون اليوم معكم في الفصل الثاني من هذا المساق، واللي بدور حول تدقيق دورة الإيرادات الأوديتنج ذا ريفينيو سايكل. طبعا عندنا الحديث عن موضوع الإيرادات نتحدث بشكل أساسي حول موضوع المبيعات، باعتبار و بخاصة أنه حساب المبيعات هو أهم حساب من حسابات الإيرادات، هو الأشمل والأكثر خطورة واللي عرضه أكثر للتلاعب من قبل الإدارة. طبعا حنتعرف إن شاء الله في هذه المحاضرة حول مقدمة عن دورة الإيرادات إيش مقصود فيها، أيضا حنتحدث عن أهداف تدقيق دورة الإيرادات والمبيعات، الحسابات المرتبطة بدورة المبيعات، وأخيرا حنشوف مع بعض المستندات والسجلات الخاصة بدورة المبيعات. طبعا دورة الإيرادات كما يعرف الطلبة جميعا أنه الإيراد مقصود في أنه مبلغ بتحصل عليه الشركة مقابل تقديم منفعة أو خدمة أو سلعة للآخرين، تمام؟ وبالتالي هذه الدورة بتمر في عدة مراحل، في عدة فعاليات، في عدة عمليات. الآن لما نتحدث عن دورة الإيرادات نتحدث عن أكثر من حساب، تمام، واللي بتشمل حساب إيرادات المبيعات، حسابات إيراد الأتعاب وخاصة في الشركات الخدماتية وشركات الاستشارات، في عندي رسوم الدخول والفوائد وخاصة إذا بنحكي عن البنوك ومؤسسات الإقراض، أنا عندي كمان إيرادات التوزيعات أرباح الأسهم إذا كانت الشركة تمتلك استثمارات أوراق مالية في شركات أخرى. لكن زي ما أنا حكيت حنركز هنا على دورة المبيعات باعتبارها الأهم والأشمل واللي فيها تفاصيل كثيرة وفيها أيضا حسابات متنوعة، واللي هي طبعا المبيعات بتمثل صلب وأهم حساب في قائمة الدخل. طبعا الأهداف من تدقيق دورة الإيرادات والمبيعات إنه نتحقق من شغلتين، الهدف نتحقق من شغلتين، نتحقق من تأكيدات الإدارة الخاصة بالعمليات، تمام، وتأكيدات الإدارة الخاصة بالأرصدة. يبقى هدفنا الأساسي من تدقيق دورة المبيعات هدفين أو شغلتين: التحقق من إنه فعلا تأكيدات الإدارة الخاصة بالعمليات صحيحة وسليمة وفيش مشاكل، والتحقق إنه أو تحقق إنه الأرصدة اللي ظاهرة في ميزان المراجعة أو في حسابات المليون. لأن إيش المقصود في تأكيدات الأرصدة؟ المقصود في تأكيدات الأرصدة هو وجود هذا الرصيد، اكتمال هذا الرصيد هو حق فعلا للشركة، موضوع الالتزامات وموضوع التقييم يكون فعلا تقييم الأرصدة زي تقييم المدينون يكون صحيح، وأيضا التوزيع يكون توزيع عادل. إذا ما نتحدث عن أقسام شركة، مراكز شركة، فروع وما إلى ذلك. بالنسبة لتأكيدات العمليات نتحدث عن هل فعلا العمليات تضاف، يقول العملية هذه حدثت، ونتأكد فعلا حدثت عملية بيع، بنتأكد إنه هذه العملية هي عملية مكتملة، يعني كل عمليات المبيعات تم تسجيلها حسب كلام الإدارة، بنتأكد من هذا الكلام، بنتأكد إنه الأرقام اللي تم احتساب المبيعات فيها هي أرقام دقيقة من حيث الكميات والأسعار والضرب والاحتساب والجمع والطرح، وبدي أتأكد أيضا من عمليات الحد الفاصل وهي الفترات اللي بتكون في نهاية السنة المالية، وأخيرا بدي أتأكد إنه وتحقق من تأكيدات الإدارة حول التصنيف إنه هذه هي عبارة عن مبيعات مش مبيعات أصول ثابتة مثلا، تمام، ما بدي يكون في عندي صار خلط، بدي أفصل بين مبيعات إيراد مبيعات وإيراد مثلا استثمار أوراق مالية أو إيراد بيع أصول ثابتة وما إلى ذلك. الآن الاختبارات الأساسية اللي بقوم فيها المدقق بتركز على إيش؟ على مصدر العمليات والقيود. معنى لأن أنا كمدقق وكمحاسب بعمل القيد المحاسب من خلال مصدر العمليات اللي هي المستند، فإما أن أشوف المستند ومنه أروح للقيد أو العكس، أنه أروح للقيد وأرجع أرجوع للمستند، وفي الحالتين صح. طبعا عادة ما يستخدم المدقق هاي الاختبارات عشان يتأكد من دقة وعدم وجود تحريفات في العمليات النقدية المالية أكثر من أنه يحاول يشوف التحريفات الرقابية. هل بنركز أكثر على موضوع ما يكون في تحريفات عندي في العمليات النقدية. الآن
ما هي الاختبارات اللي بيقوم فيها المدقق في دورة المبيعات؟ يبقى الهدف زي ما حكينا النهائي إنه المدقق يصل إلى نتائج بتساعده في إصدار رأيه حول عدالة القوائم المالية. عشان هيك أهداف التدقيق يكون واضح لكل بند من بنود القوائم، إحنا بنحكي الآن عن دورة المبيعات، وبالتالي بده يصل يتحقق من كل بند ويحدد هدف تدقيق لكل بند بناء على تأكيدات الإدارة الخمس اللي حكيناها قبل قليل، هي الحدوث والاكتمال والدقة وما إلى ذلك، ومن أجل طبعا تصميم الاختبارات الجوهرية لكل بند بهذه التأكيدات. يبقى الاختبارات التفصيلية للأرصدة بتركز على التأكيدات المالية الموجودة في القوائم المالية والتي تتعلق بأرصدة الميزانية أكثر من حسابات قائمة الدخل. ليش احنا بنركز هنا على أرصدة الميزانية؟ لأنه هناك ارتباط بين حسابات قائمة الدخل بأرصدة الميزانية، يعني كل حسابات قائمة الدخل الخاصة بدورة المبيعات مرتبطة بأرصدة الميزانية. مثل إيش؟ مثل أنه عندنا إحنا المدينون كرصيد يظهر في الميزانية مرتبط بالمبيعات، معنى كيف نتج حساب المدينون من المبيعات الآجلة. تمام، المخزون السلعي كيف نتج المخزون السلعي من شراء بضاعة، هذه البضاعة جزء منها انباع وجزء منها تبقى في المخازن، وبالتالي أنا حتى لما أحسب تكلفة وكذلك الأصول الثابتة بترتبط بمصروف الاهتلال. تمام، ما هي الحسابات المرتبطة بدورة المبيعات؟ حنتحدث عنها بالسريع هنا. الحسابات المرتبطة بدورة المبيعات هي حساب المبيعات، حساب المتحصلات النقدية إذا كان البيع نقدا، حسابات الذمم المدينة إذا كان المبيع البيع على حساب، أوراق القبض إذا كنا نبيع بكمبيالات. في هناك حسابات مرتبطة وفي عند ايضا حساب اللي هو مردات ومسموحات المبيعات، حساب الديون المعدومه، وايضا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. طبعا كل هذه الحسابات كلها مرتبطه بحساب المبيعات، وهو الاساس في حدوثها والسبب في حدوث هذه الحسابات. طبعا شبكه القيود بين حسابات دوره المبيعات، طبعا انتم كطلبه مستوى ثالث ورابع، فبالتالي يعني واضح لكم هذه الشبكة، وممكن مرت معكم في محاسبة واحد ومحاسبة اثنين. عندما نتحدث عن المبيعات النقدية بنقول من الصندوق للمبيعات، الطرف المدين هو الصندوق والطرف الدائن هو المبيعات. طبعا احنا نتحدث هنا عن نظام الجرد الدوري، لو كان عندنا نتحدث عن نظام الجرد مستمر بيكون القيد مختلف، بيكون عندي قيدين، بقول من حساب تكلفة البضاعة المباعة لحساب المخزون ومن حساب الصندوق للمبيعات. اذا كان عندي مبيعات اجل بقول من المدينون او اوراق القبض إلى المبيعات، إذا كان عند البيع أو المتحصلات النقدية من العملاء بقول من الصندوق إلى المدينون، لو كان عند المردودات مبيعات بكون عند المردودات مبيعات مدينة، من مردودات المبيعات إلى المدينون، لو كان تكوين مخصص بكون من مصروف ديون مشكوك فيها إلى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، لو كان عند إعدام الدين بقول من مخصص الديون المشكوك فيها إلى المدينون. البعض الطلاب اللي نحن أستاذ إحنا أخذنا إنه والله إعدام الدين من حساب ديون معدومة للمدينون، هذا طريقة صحيحة، هي طريقة مباشرة، لكن الطريقة الدارجة أكثر هي استخدام المخصص، فبالتالي بقول من حساب مخصص الديون المشكوك فيها إلى حساب المدينون. الآن بالنسبة لدورة المبيعات، إيش هي المستندات اللي موجودة في دورة المبيعات؟ أول مستند موجود في دورة المبيعات هو استلام أمر الشراء من العميل، بنسميها الكاستمر أوردر. طبعا الكاستمر أوردر أو أمر الشراء هو نقطة البداية للدائرة، طبعا لدائرة ولدورة المبيعات، بمعنى أن يكون هناك زبون أو عميل يحتاج إلى هذه السلعة، وبالتالي هو بقدم طلب لسلعة محددة أو سلعة محددة من أحد العملاء. طبعا يكون الطلب هذا إما تلفونيا وموثق أو خطيا أو إلكترونيا من خلال منصات البيع الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية أو من خلال وكلاء البيع، ويترتب عليه أمر البيع. يبقى
اول مستند بيتم في موضوع اللي هو امر الشراء في موضوع دوره المبيعات هو وجود امر شراء من العميل، يعني في طلب للسلعه من العميل. طبعا بيكون يسبق الطلب احيانا انه يكون احنا بنبعت عروض اسعار للعملاء. طبعا بترتب على امر الشراء هو ايش؟ امر البيع. ايش هو امر البيع؟ اللي هو السيلز اوردر. امر البيع بتستلم دائره المبيعات امر الشراء من العميل، بتعد امر البيع من اربع نسخ. طبعا بتكون ارقام متسلسله، بيحتوي امر البيع على وصف البضاعه، كميتها، تفاصيل السعر، شروط الشحن. ايضا بيستخدم كذلك هذا امر البيع بشكل متكرر للموافقه على منح الائتمان وشروط الائتمان وترخيص والشحن. وزي ما حكينا بترسل نسخه منه لقسم الائتمان، نسخه منه للمخازن لتجهيز البضاعه على الشحن، ونسخه لقسم المحاسبه، ونسخه للملف. المحطه الثالثه والمستند الثالث هي موافقه قسم الائتمان، بسموه الكريدت جرانتنج، بمعنى ان قسم الائتمان اما يقول اوكي مقبول او مرفوض، هو اللي بيعطي الاوامر للتنفيذ او عدم تنفيذ امر البيع، وذلك بعد دراسه تفصيليه لمين؟ للعمليه والوضع المالي للعميل. تمام، بمعنى انه انا الان اجاني طلب شراء من احد الزبائن او احد العملاء او احد الشركات، تمام، على حساب. طبعا العمليه على حساب، لو كاش فيش فيها خطر العمليه كاش، انا بالاخر انا بقبض فلوس. لكن اذا كانت العمليه على الحساب، هذا بيحتاج انه فعلا اقيم هذا العميل من ناحيه وضعه المالي، من ناحيه التزامه، من ناحيه سلوكه المالي، من ناحيه المركز المالي تاعه وسمعته في السوق. لانه اي قصور واي خلل في هذه الناحيه معناه انه انت حتزيد الديون المعدومه او الديون المشكوك في تحصيلها، وبترح تدخل في مشاكل لاحقا في تحصيل هذا الدين منه. تمام، ويمكن هذه هي النقطة اللي يمكن سببت، احنا سمعنا قبل فترة مصطلح اللي هي أزمة الرهن العقاري اللي حدثت في 2008، كان أحد أسبابها أن البنوك تساهلت في منح الائتمان العقاري، فصار أنه الشخص يحصل على شقة أو فيلا أو ما إلى ذلك، ولا يستطيع بعد فترة أنه يسدد القسط الخاص بالقرض الرهن العقاري، فالبنك صار يستولي على ويصادر هذا العقار ويعرضه للبيع، فأدى لانخفاض الأسعار وحدوث خسائر كبيرة للبنوك. طبعاً بموجب هذه العملية بتتم عملية تجهيز البضاعة للشحن، وتتم الموافقة بالتأشير على أمر البيع، إما نؤشر عليه أو يكون في نموذج ثاني. أربعة، تحضير مستندات الشحن الشيبينج دوكيومنتس. تمام، الآن إنه طالما في موافقات إجت، بموجب هذه العملية يتم التخلي عن أصول المنشأة، يعني نتخلى عن البضاعة، حيث يتم تسليم قسم الشحن امر البيع، بيستلم امر البيع وفي موافقه عليه وفي ختم من قسم الائتمان، بنوصف السلعه، بتتحدد الكميه المشحونه. طبعا مستند الشحن بنسميه احنا سند الاخراج او سند الصرف المخزني، هو مكون من عده نسخ، يوصل نسخه راسيه للعميل انه هي بضاعتك وصلتك، يحتفظ بنسخه في الملف وترسل نسخه لدائره المبيعات عشان يجهزوا اللي هي ايش؟ طبعا دائرة المبيعات لإبلاغها انه تم الشحن فعلا، ونسخة لقسم المحاسب عشان تجهيز الفاتورة. أربعة، تمام، اللي هي شو؟ قسم المحاسبة. طبعا قسم المحاسبة بده يستلم نسخة من أمر البيع، نسخة من مستند الشحن انه فعلا تم شحن البضاعة، وبقوم بإعداد فاتورة المبيعات وإرسال النسخة الأصلية منها لمين؟ للعميل، حيث تعتبر الفاتورة بمثابة مطالبة بالدفع. طبعا يحتفظ القسم بنسخة من هذه الفاتورة. طب ايه فاتورة البيع؟ هي فاتورة البيع بتحتوي على وصف لكمية البضاعة المباعة، السعر، قيمة الشحن، التأمين، الضريبة المضافة إذا في ضريبة مضافة، الشروط الخاصة بالبيع. طبعا بتتم إلكترونيا أو يدويا الفاتورة. طبعا إذا بنستخدم احنا مثلا برنامج الأصيل بتعمل فاتورة يعني إلكترونية، لكن تنطبع بشكل ورقي حسب النظام المتبع، وتستخدم فيما بعد للتسجيل من خلالها في يومية المبيعات. طبعا أنا ما بقدر أسجل عملية بيع البضاعة إلا من خلال فاتورة البيع، وتلقائي بتنعكس فاتورة البيع على حساب على حسابات المدينين، وتعتبر الفاتورة من أهم المستندات التي يتم إعدادها في قسم المحاسبة، اللي هي فاتورة البيع، وهي بتكون فاتورة برقم متسلسل، لأنه هي فاتورة تنشأ من قسم المحاسبة في داخل الشركة. يومية المبيعات وضفت تسجل في العمليات، بسموه سيل جورنال، هذا بنسجل فيه عمليات البيع بشكل يومي، بنحط اسم العميل، تاريخ العملية، القيمة، نوع العملية، نقدا أم على الحساب، وبالتالي هذه عملية توثيق يومي لكل عمليات الشركة. في عندي آخر نقطة اللي هي ميزان مراجعة الذمم المدينة، اللي هو عبارة عن كشف بآصلة المدينون اللي هو بنسميه الأكاونت ريسيفابل
ترايل بالانس، هذا عبارة عن كشف تفصيلي ببين حسابات المدينين كما في دفتر أستاذ مساعد المدينين مع أصلة هذه الحسابات في لحظة زمنية معينة، بمعنى قديش للديون المستحقة للشركة على العملاء وعلى المدينين، بتم حصرها في كشف اسمه كشف الأرصدة أو كشف أرصدة المدينون، ممكن نسميه ميزان مراجعة على الأكاونت ريسيفابل اللي هي تشمل المدينون وأوراق القبض. احنا نكتفي بهذه المحاضرة ونتوقف هان، ان شاء الله عندنا محاضرة ثانية في تدقيق دورة الإيرادات، وهذه المحاضرة القادمة حنتحدث حول كيف بدنا نراقب وندقق على المبيعات بشكل تفصيلي، سواء من خلال اختبارات الرقابة، من خلال اختبارات تحقق من تأكيدات الإدارة، وأيضا الاكتمال والحدوث وما إلى ذلك. شكرا على حسن استماعكم، وإن شاء الله نلتقي بكم في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.